عليكم، كي دايرين؟ كي بقيتو؟ كلشي مزيان؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم ان شاء الله نصاوب هاد الكسوه، كسوه سهله في الفصاله وفي الخياطه، عندها واحد القصه لتحت في جلايل من التحت، واحد 30 سنتيم غنحيدوها ونوليو نديروها نلصقوها باش غتكون فيها واحد الكشكاشه دايره من التحت. وفي الكميمات في الامام غتكون سامبل، ما يكون فيها والو، غتكون مسدوده وبالحزيم. دابا ان شاء الله عندي التوب هنايا، طويتو على جوج كما شفتو في الطول، هذه هي الحاشيه ديالو، واللي نطويها عاود على 4. هذه هي الحاشيه، نخليوها على برا. صافي انا دابا طويتو على 4. دابا نحطو الكتاف، عندي الكتاف 20 ونزيد سنتيم ديال الخياطه، نهبط انا 3، الدوره ديال العنق 7، ونهبط في الظهر 2، هنا في الظهر هبط 2، نصل هاد النقطه هادي مع هاد النقطه هادي، نهبط انا 21، قبالتها نجي 21. هاد المربع هذا هو عليه كناخدو العبارات، عندي في الصدر 26 ونزيد سنتيم ديال الخياطة. نهبط 14 هنا للبطن، من التركيز للبطن 14، ومن البطن الحوض 14، البطن عندي 25، نزيد سنتيم ديال الخياطة، الحوض عندي 29، نجيبو البيستولي ندورو بها التركيز، نحطوها في هاد النقطة هادي، النقطة هادي ديال الكتاف، هاد الموديل هذا ساهل كيجي زوين في اللبسة للبنات. هنايا ناخد الطول ديالي، غنحيد داك 30 سنتيم اللي غنزيد لها من التحت ديال داك التقطيعه اللي غتكون من التحت، ها هي 30، غنشدها من هنايا، غنحط داك 30 هنا ونحط الطول ديالي، ما غنحسبش داك 30 تنقطعها بوحدها. عندي في الطول 1.50 متر، ها هي 1.50 متر، نجيب مسطرة نصل هاد الخط هذا مع هاد النقطة هادي، نمسح هاد الجهة هادي باش ما ندخلش في الإيفاز، باش تبقى لي عريضة شوية. حيد الظهر، كمل الفصالة ديال الأمام، أنا هبط هنايا 8، حيت مازال غادي نزيد نهبط 2 سنتيم ديال الخياطة باش ميجياش محلول، أنا هبط غير 8، وهنايا ندخل 2 سنتيم اللي كندخل في الأمام هكايا، ونخرج هنايا 0. طبعا عبر التركيز نشوف شحال فيه، في 25،
هذا التوب اللي شاطلي، نخرجوا الكمام ونخرجوا داك القطعه اللي غادي تكون لتحت. التوب التفصيل عندي فيها جوج ونص، هذا الموديل كافيه جوج ونص. نضبط من هنايا 13، نجي لهاد المسافه هذه ونقسمها على جوج، ونقسم هذه على جوج وهذه على جوج، نخرج من هنا سنتيم وندخل من هنا سنتيم. نحط الطول ديال الكمام، الكمام حتى هما غتكون فيهم القصه هنايا، غتكون هنايا جاي بهذه بالمفرفره هاد البلاصه هذه، عندها في الكمام 61، غندير لها هنا في الكم غندير لها 51، ونخلي 10 سنتيم نديرها لها في داك التقطيع. ندير لها في العرض 15، الدرع عندها 19، نزيد سنتيم ديال الخياطة، هدا هو الكم ديالنا. طبعا نقطع داك التقطيعة اللي غتكون عندي من التحت، هنا كديت التوب قطعته هنا كان ما مقادش عندي، غادي نحط في داك التقطيع اللي لتحت غنزيد ندير 35، زد داك 5 سنتيم ديال الخياطه وحتى هي ربما ما تجي ناقصه. غادي نزيد نقطع طرف واحد اخر بحالو باش غيزيني بالبلي من التحت، يجي فيه تكماش. غنقاد داك 10 سنتيم ديال الكمام كما شفتو هنايا، هذا ديال الكمام درت بالكمام 15، هادي زايده ديال لي بلي، هادي شوف شحال فيها، فيها 12، فيها 12 ديال السنتيم، زدت 12 سنتيم في ديال لي بلي، وغادي نفرقها من هنا باش يكون عندي جوج طراف ديال الكمام بجوج. هادو هما، هذا ديالكم وهذا ديالكم، من هنايا غادي يجيب لي بلي ويلصق في الكم اللي فصلنا قبيله. دابا نفصل السجفه ديال العنق ديال الدوره ديال العنق، غنجيب الامام الطريف اللي شاطلي، غادي ندور من هنايا، من هنا ندخل شي 7 ديال السنتيم، ضروري من هنا تمشيونيش انا على البلاصه اللي فصلنا، نجيبو هاد السجفه ندوروها هكا، بغيتي تزيدي تهبطيها شويه تهبطيها، بغيتي تخليها على هاد العرض هذا براك، غير باش كتجي مفينيه لنا داك الخياطه من الداخل. هذه هي السجفه ديال الامام، ان شاء الله ندوزو للخياطه نشوفو الطريقه.
كما شفتوا هنايا جبت هذاك القطعه اللي غتجي من التحت بداك الكشكاشه، داك القطع بجوج لقيتهم من جهه واحده، ها هي منين لقيت درت الوجه عند الوجه ولقيتهم. دابا جبتهم حطيتهم هكا على اربعه، طويت هاد الجهه هذه على اربعه، نجيب الكسوه وطويتها حتى هي على اربعه، انقادها هكايا عليها كما شفتوا هنا مقاده، وغادي نزيد عليها 40 سنتيم ديال الكشكاشه هنايا. هنا راه الثوب على جوج، هاو ربعين سنتيم، وهذا غادي نحيدو هاد البلاصه هادي حيت ما بغاتهاش بنتي تكون فيها الكشكاشه بزاف، غادي ننقص هاد الطرف هذا، غنقصو نخلي غير 40 سنتيم ديال الكشكاشه، 40 راها على جوج. دابا غادي نوسع الغرزه، ندير الغرزه واسعه في رقم 4 وندوز عليها باش ندير داك الكشكاش. غادي نجر هاد الكشكاشه هادي ونوزعها كامل على هاد القطعه، وداك الساعه نرجع من ندير المسافه اللي عندي غادي نرجع. كما شفتوا معايا انا صوبت هاد الكشكاشه، صوبتها وزعتها هكايا عليها كامله، جبت لهنا الخياطه مع الخياطه وشديت بانكا هاد الجهه هادي كذلك، خياطه مع الخياطه، الوجه مع الوجه، وشديتهم هنا بالبانكا ها هي. دابا غادي ندوز بالخياطه من هنا، غندوز بالخياطه من هاد البلاصه هادي، غندوز على هاد الخيط هذا، ما يبقاش كيبان هاد الخيط اللي درت في الاول. دابا غندوز لها السورجي كامله هاد البلاصه هادي باش نحيد هاد الزوائد اللي هنايا.
نلصق هادي في هاد الكم، غندير لها بعدا الكشكاشه بحال لتحت ونلصقها في الكم. نديرو الوجه عند الوجه هنايا ونحشيو هاد الكم هنا. دابا غندور بالخياطة من هنا عليه كامل. ندوز لها السورجي، ندوز السورجي هنايا وندوز السورجي هنايا ونرجع داك الساعه ندير لوغلي الكمام هكايا 3 سنتيم ديال لوغلي.